أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مواصلة مملكة البحرين لتبني السياسات والبرامج التي تعزز مسارات تطوير سوق العمل. ولفت سموه إلى أن الحكومة تحرص دائما على صياغة السياسات والخطط والبرامج وتطويرها بما يسهم في توفير بيئة العمل التي تحفز على تعزيز الإنتاجية والإنجاز بما يعكس رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع يوم أمس بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني السيد أنطونيو فيتورينو مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، حيث نوه سموه بما وصل إليه التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين والمنظمة الدولية للهجرة من مستويات متقدمة على كافة الأصعدة. أشاد سموه بالدور الذي يطلع به العمال بمختلف ميادين العمل في مسيرة النهضة والتطوير والتنمية، وأكد سموه بأن كل إنجاز تحقق في أي مجال أصبح اليوم مصدر فخر واعتزاز من قبل كافة أعضاء فريق البحرين من مواطنين ومقيمين. كما أكد سموه أن مواصلة مملكة البحرين لخمس سنوات متتالية الحفاظ على تصنيفها ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية والمعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص يعكس الجهود المبذولة من قبل كافة الجهات والأجهزة المعنية التي تعمل بروح الفريق الواحد ونجحت في تعزيز مكانة مملكة البحرين عالميا في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ويحفز الجميع للاستمرار ومضاعفة العمل من أجل تحقيق التطلعات المنشودة في هذا الشأن. كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتعاون القائم بين مملكة البحرين والمنظمة الدولية للهجرة بما يدعم تبادل الخبرات والممارسات في المجالات ذات الصلة بعمل المنظمة الدولية.